طبعا جنب بعض من غير سبيس. خالص. انا بس بحاول افكرك ان الاس ار كانت معناها سبيشال ريكويست، اه اللي سبيشال ريكوست، تمام مين بي واحد هو الباسنجر رقم واحد. سبيشال ريكوست، اكبر الله العظيم، ماشي ريكوست. لو كتبنا الامر ده يبقى احنا كده طلبنا الامر ده الوجبه، وجبه نباتيه للمسافر الاول. هنعمل نفس الامر برضو اللي هو الاس ار، فهطلب مثلا تمام ام او ام ام للباسنجر رقم اثنين. لو كان مسافر ده مسافر على شركه طيران اجنبيه وعايز ايه وجبات خاصه ام او ام 1 ام او ام ال، دايما الوجبات بتنتهي بام ال اللي هي ميل يعني. ام ال اه ميل اه ام ال اه تمام اوكي ميل اوكي انا بكتبها براحتك. باسنجر 2 اوكي ماشي كده انا عندي الوجبتين. لو عايزين نطلب كرسي متحرك اتفقنا هنعمل اس ار ونطلب مثلا اتش سي سلاش اس ار دبليو سي اتش سي باسنجر 1 اوكي الويل تشير. ايه كمان ممكن نبعت رساله لشركه الطيران لو عندنا العميل ده عنده مناسبه خاصه، عيد ميلاد، عيد جواز، برضه سبيشال ريكوست دي بنسميها اذر سيرفيس بقى، لان اذر سيرفيس تمام اذر سيرفيس تمام. بكتب بعدها كود شركه الطيران اللي هو بريتش ايرويز، وبعدها التكست اللي انا عايزه يوصل لشركه الطيران. انا كتبت هنا هاني مون تمام. اول ما دوست انتر هتظهر عندي هاني مونرز اوكي هاني مونرز اوكي. ممكن كمان اعمل الامر بتاع السيت ماب اللي هو الاس ام ده اللي بيظهر خريطه المقاعد ونحدد لهم مقاعد. حلو قوي صح. تعالي نشوف المسافر الاولاني نازيه، انا هاخد احنا عملناها ايه اف ام اس ام اس ام تمام، واللي هي تاني سيت ماب بقى سيت ماب تمام اوكي. انا اخترت المقعد الاولاني تمام على المقعد الثاني. تمام ماشي. بعد كده هختار البيانات بتاعت الرحلات التانية سواء رحلة الذهاب أو رحلة العودة. هعمل بس كليك على Add Seats، عايز أضيف المقاعد دي. بعد ما اخترتها أنا رحلة العودة. طب بعد ما ظهرت عندي برضه هختار رحلة العودة المقاعد اللي أنا عايزها، هعمل كليك عليها. تمام. وبعد كده هقفل الشاشه دي من علامه الاكس او اختار كلوز من الاخر خالص. ايه كمان ممكن احطه في الملف؟ اتفقنا الامر بتاع جواز السفر الباسبور. بس عايزين نفتكره مع بعض اللي هو كان اس ار. دي او سي اس ار سبيشال ريكويست برضو تمام. دي او سي اس تعني دوكيمنت دوكيمنت، وهكتب كود شركة الطيران دي او سي اس بي اي تمام. وهكتب البي اي ممكن اكتبها او اكتب مكانها الواي واي. اتفقنا ان الواي واي لو عندي اكتر من شركة طيران، بي اي لو عندي الايرلاين بس بتاعت البريطانية. يعني انا دلوقتي كتبت سبيشال ريكوست الدوكيومنت بي اي البريتش ايرويز، وهكتب بقى ايه الواي واي اللي هو تاريخ. انا لما نكتب بي اي او اشيلها واكتب مكانها واي واي. يا اما دي يا اما دي هي دي دي. انا دايما بحب استخدم الواي واي عشان تروح لكل شركات طيران في الملف. وبعدها بكتب اتش. طب معناها ايه بقى الواي واي مستر نزيه؟ معلش انا اسف. اول ايه تعالي نفتكرها يعني اول ايرلاين. اول ايرلاينز اول ايرلاينز تمام. حلو ببلاش الاي دي خالص عشان ننساها. اول ايرلاين امتى؟ جوه ملف الحجز مش في العالم، يعني الملف اللي احنا بنشتغل عليه. اكتر من شركه طيران الرساله طيب. ال HK معناها have confirmed HK. يعني البيانات دي لمسافر واحد have, have confirmed one مسافر واحد confirmed one تمام. minus دي ولا ايه بقى؟ تمام هي علامة الداش العادية تمام. وهكتب حرف البي اللي هو اختصار كلمة باسبور بس باسبور تمام اوكي باسبور. وهكتب الدولة اللي أصدرت الباسبور ده وليكن دولة مصر. اوكي ايجي واي ايجيبت اوكي. بعد كده هكتب رقم جواز السفر اوكي. بعد كده هكتب الجنسيه بتاع المسافر ده هيكون مصري تمام. بعد كده هكتب تاريخ الميلاد بتاعه يوم شهر تمام. ولو اليوم ده اقل من رقمين لو مثلا 5 مايو ده لو تاريخ هكتب لازم احط 05
يعني لو هو تاريخ ميلاده 5/5 صح كده؟ اوكي بعدها 5/7 اذا كان ميل او فيميل. وهكتب تاريخ انتهاء جواز السفر. تمام. وبعدها اسم المسافر اللي هو اسم العيلة واسم المسافر الأول ورقم المسافر. اوكي. هستناكي برضه لما تكملي الحاجات دي وتتأكدي اني كتبتيهم كلهم. لا كتبتهم مع حضرتك يا مستر. P1 خلاص.